في الفيديو ده إن شاء الله هنشرح use case لـ process mining لشركة بتاعت maintenance. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة محاضرات business process mining. النهاردة عايزين ناخد ديمو عن يعني ايه business process mining. خليني احكي لكم قصة محمد. محمد صاحب مصنع، المصنع ده بيعمل انتاج لمعدات وبرضه بيعمل مينتنس او صيانة للمعدات دي. محمد كان عنده المانجمنت بتاعته كلاسيكال زي ما اخدنا في المحاضرة اللي فاتت، بيكون عنده ادارات متجزئة جوه الشركة، ادارة للمبيعات، ادارة للتصنيع، ادارة للصيانة، ادارة للماليات وهكذا. بيكون عنده اكتر من ادارة مختلفة جوه نفس المصنع، وبيقدم خدمات زي خدمة بيع المنتجات وتوصيلها، زي خدمة الصيانة، صيانة ما بعد البيع وهكذا. محمد لقى ان هو احيانا كتير بيكون عنده ويستس كتيرة للريسورسز، لان مش كلها بتستخدم في مصلحة اليوزر اللي هو بيعمل له البرودكتس بتاعته، وبيضيع منها حاجات كتيرة في وسط الادارات الكتيرة اللي عنده جوه المصنع ده، وده بيأثر على الانتاجية وكفاءة العمل. فمحمد قرر ان هو يمبلمنت البيزنس بروسيس جوه المصنع بتاعه، فبدا يقسم الخدمات اللي هو بيتاعها للمستخدمين ديت لمجموعه من البيزنس بروسيسز، ويبدا يأساين مانجر لكل بيزنس بروسيس، والمانجر ده بقى بيكون مسؤول عن البيزنس بروسيس من اول ما بتبتدي لحد ما تنتهي، وبيبدا يحاول يحسن الاداء فيها ويعلي الكفاءه بتاعتها. فخلينا نشوف اكزامبل على المينتنس بروسيس اللي موجودة في المصنع بتاع محمد دلوقتي. المينتنس عبارة عن مجموعة من الاكتيفيتيز او مجموعة من الانشطة اللي بتتعمل او اجراءات العمل اللي بتتعمل على القطع اللي بتيجي عشان يتعمل لها صيانة. فبنبدأ ان احنا ناخد القطع دي نعمل لها ريجستريشن، ونحلل العطل ونحاول نفكس العطل ونختبر العطل، وبعدين نرجعها للعميل تاني متصلحة. طيب المدير بقى بتاع البروسيس ده بس في السب سيستم اللي عنده، لقى ان هو يقدر يعمل اكسبورت لمجموعه من الاكتيفيتيز اللي بتحصل عنده في السيستم. تعالوا نشوف شكل الاكتيفيتيز دي عامله ازاي. لو لاحظنا هنلاقي الاكسبورت بيبدا بحاجه اسمها كيس اي دي، وده ايدنتيفاير لكل كيس او كل اوردر بيجيلي جوه المينتنس. بيكون عندي حاجه اسمها اكتيفيتي، وديت هي الاجراءات بتاعت العمل اللي بتتم جوه القسم بتاع الصيانه، زي الريجستريشن، زي انالايز الديفكت، زي الريبير التصليح وهكذا. وبيكون عندي الستارت تايم والاند تايم، ده الوقت اللي بدات فيه الاكتيفيتي وده الوقت اللي انتهى بيه الاكتيفيتي. على سبيل المثال هنا ريجستر بيبقى بدا الساعه 11 بالليل وانتهى 11 بالليل، لان هي اكتيفيتي 11:23 عشان هي اكتيفيتي قصيره ما بتاخدش وقت كتير. بعد كده التحليل بتاع العطل بدا من الساعه 11:23 دقيقه لحد الساعه 11:30 وهكذا بقى مع كل اكتيفيتي او كل اجراء من الاجراءات اللي موجوده دي. كمان لقى عنده الريسورس او العامل اللي كان بيصلح القطعة دي. يعني على سبيل المثال الريجستريشن تم عن طريق يوزر اسمه سيستم، تحليل الديفكت بدأ عن طريق يوزر اسمه تستر 3، الريبير كومبلكس تم عن طريق يوزر اسمه سولفر سي 1. دول كده عبارة عن العمال او الافراد اللي موجودين في القسم بتاع الصيانة. طيب دلوقتي بقى المانجر بتاع البروسيس بتاعت المينتنس عايز يحلل البروسيس ديت ويبدأ يحسن ويعلي الكفاءة بتاعتها. فأخذ الفايل اللي هو السي اس في اللي عمل له اكسبورت من السب سيستم اللي عنده، وبدأ يرفعه على التول اللي اسمها برومور اللي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل في بقية الفيديوز ان شاء الله. هو هنا الفايل اللي موجود عنده اللي هو repair example csv ده احنا هنرفعه على السيستم بتاعنا، وخلينا نشوف شكله هيبقى عامل ازاي.
هو هنا بيطلب مني يعرفني يعني ان ديت عبارة عن الكولومز اللي اتفتحت في الفايل بتاع السي اس في، وهنعرف تاني بالتفصيل المعنى بتاع كل حاجة في السيستم ده في الفيديوز اللي جاية ان شاء الله. طيب بعد ما المانجر بتاع البروسيس ده فتح الفايل باستخدام الابرومور، لقى عنده الحاجات اللي موجودة دي كلها، دي بتمثل الاكتيفيتيز او الاجراءات بتاعت العمل اللي بتتم جوه الصيانة. زي ما احنا شايفين عندنا الريجستريشن، بيتم بعده الاناليز ديفكت، بيتم بعده الريبير كومبلكس، وبعد كده بتتم بقى مجموعة من الاكتيفيتيز الاختيارية، ممكن دي او دي او دي. بعد الريبير كومبلكس بيتم التست، يعني بختبر هل التصليح ده تم وبيشتغل ولا لا. لو ما تمش بيعمل ريستارت للريبير، يعيد الريبير تاني ويعمل ريبير ويختبر الكلام ده. وبعد كده يبدأ ينفورم اليوزر بتاعه، يقول لليوزر ان انا صلحت البرودكت بتاعي، صلحت المنتج اللي انت بعته عندي. وبعد كده بيبدأ يعمل اركايف للريبير، يعني الريبير ديت كده خلاص ايه تمت بسلام. ده كده عبارة عن البروسيس ماب بتاعت البروسيس اللي بتتم جوه المينتنس ديبارتمنت. ديت البروسيس بتاعت المينتنس بتاعت الريبير اللي موجودة في المصنع. احنا هنا عملنا الاكتيفيتيز اللي اخدناها من السب سيستم، رفعناها في السيستم بتاع الابرومور عشان نقدر نحللها، عشان نقدر نعلي الكفاءة بتاعتها زي ما هنتكلم في الفيديو الجاي ان شاء الله. فاحنا هنا عندنا اكتر من متريك، عندنا عدد الكيزز اللي في الايفنت لوج اللي احنا رفعناه ده، الكيز فاريانت، وهنعرف الكلام ده كله بالتفصيل ان شاء الله في بقية الفيديوز دي. ده كان ديمو بسيط عن يوز كيس موجودة. احنا في الفيديو الجاي هنعرف ازاي نقيس البرفورمانس بتاعت البروسيس اللي موجودة في الفايل ان شاء الله. اشوفكم الفيديو الجاي.